صباح الفل او مساء الفل او في الوقت اللي انت بتتفرج عليه. هنتونس النهارده بذكرى. النهارده 3 فبراير 24 2024. هرجع بيك ورا كده ل 3 فبراير 75 وتحديدا 31 يناير. فجر يوم الاربعاء اللي هو صباح الخميس اللي هو 31 يناير. سمعنا بقى في الاخبار وفي الدنيا ان ام كلثوم اتنقلت الى مستشفى المعادي وان هي في غيبوبه. وطبعا الجرايد اتبدرت اخبار والراديو في كل موجز يقول الاخبار ويقول في الاخر الحاله الصحيه للسيده ام كلثوم. انه جالنا من مستشفى المعادي ان الحاله كما هي مستقره، يعني ما حصلش فيها لا تدهور ولا تحسن. وبدأت الناس تبقى في حالة غير طبيعية مع يعني أم كلثوم. وقتها كان مولودة أم كلثوم 1898، قوم قال لك لا 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 1900، قوم قال لك لا 1904، قوم في جواز السفر بتاعها هي كتبت 1908، وبيقولوا إن هي خبطت لها 8 أو 10 سنين. لكن كل الحاجات راحت لسنة 1898، والسنة دي اتولد فيها أسماء كبيرة جدا جدا في العالم كله مش في مصر بس. فيبقى احنا بنتكلم على أم كلثوم لما تبقى 98 ونبقى في 75، يبقى بنتكلم على 77 سنة. ولكن الجمهور ما كانش حاطط في دماغه خالص إن الست دي لأنها غير طبيعية إنها ممكن تموت. فحصل توتر كبير جدا، والنشرات في الراديو في الراديو في الراديو في التلفزيون لغاية مساء السبت الساعة أظن كانت في أخبار 10 أذاعوا النشرة، وبعدين في الآخر آخر خبر في النشرة وفاة السيدة أم كلثوم كوكب الشرق يعني. وبقى حصل صريخ وبتاع حاجات زي كده، لكن بعد شوية بسيطة يعني يمكن نص ساعة ساعة راحوا قايلين السيدة أم كلثوم الحالة كما هي مستقرة ما فيش حاجة ما حصلش حاجة. أتاري الخبر كان مش حقيقي. قوم لان انا من عشاق الست دي وعشاقها يعني عد ولا يعني ما تعرفش تعد. رحت رايح لان هي مدفنها لازق في مدفنها. رحت المدافن لقيتهم بيسفلتوا الشارع بتاعها. الشارع اللي فيه تربه ام كلثوم واللي فيه كمان فؤاد سراج الدين واللي فيه مصطفى النحاس واحنا الناحيه الثانيه، يعني هي شارع كده واحنا الشارع الموازي ترب لازق في بعضها كده. ام كلثوم وانور وجدي واحنا وفؤاد سراج الدين ومصطفى النحاس. ففهمت ان المساله يعني يوم الحد 3 فبراير الساعه 4 ادركوا بقى ان اذاعه البيان كده في انها ماتت في الاخبار كده ما ينفعش. فراحوا قاطعين ارسال الاذاعه. وبيان من السيد رئيس الوزراء اظن انه كان يا عزيز صدقي يا ممدوح سالم مش فاكر مين فيهم بس اعتقد انه ممدوح سالم. وقطعوا الارسال وقالوا بقى بيان تنعي جمهوريه مصر العربيه السيده ام كلثوم وكان خبر مفجع بصراحه. بدات الاخبار الجرايد تنزل بقى من يوم الاثنين ويوم الثلاث لان الجنازه كانت يوم الاربعاء. ارجوكم كده يعني نحافظ على ان احنا نعمل لست ام كلثوم وداع يليق بيها وما يبقاش في جماهير كتير وما نبوظش الجنازه يعني. حافظوا على يعني اخر موكب لام كلثوم وبتاع حاجات زي كده. كانت الجنازه من جامع عمر مكرم وده كان الجامع اللي بتطلع منه الجنازات الرسميه الكبيره. لكن طبعا من قبلها مثلا يمكن بالليل يوم الحد بالليل يوم الثلاث بالليل بدأت الناس تروح ميدان التحرير. وكانت الجنازة معرفش بقى يعني إذا كان ممكن هبة تساعد في إنها تحط صور منها دلوقتي ولا حاجة، حاجة رهيبة مليونية يعني جبارة. وبدأت الجنازة بالموكب بالناشين اللي واخدها أم كلثوم. هي خدت ألقاب كتيرة يعني أيام الملك خدت صاحبة العصمة ونشان الكمال، وأيام جمال عبد الناصر خدت عد زي ما أنت عايز، وبعدين في كل الدول العربية اللي راحتها بتاخد أعلى وسام. فكل ده اتحط مع الورود مع الحاجات مع الدنيا كلها. كانت جنازة بدايتها مهيبة، لكن بعد ما خرجوا من عمر مكرم يمكن بيه 7-8 دقايق
التقطت الجماهير نعش الست ام كلثوم، ومشوا بيه من التحرير لغايه براحوا بيها سيدنا الحسين. وهند عند سيدنا الحسين انقذ الموقف، فقدروا يخرجوها من الباب الثاني وياخدوها يودوها المثوى الاخير في البسدين. ففي بعض الناس يقول لك ايه مين الست دي؟ كان الرئيس الفرنساوي لما راحت غنت في فرنسا سنه 68 او 67 او اخر 67 ما كانش عارف بالظبط ايه الحكايه، لكن لما سمع عن الحفله وسمع عن الحضور بتاع الحفله وسمع عن النقاد الفرنسويين اتكلموا عن الصوت العجيب ده، فبعت لها وهي في الطياره: انت شرفتي فرنسا، يعني انت شرفتي فرنسا، وانت احنا يعني زعلين انك انت مغادره فرنسا. ودي حاجات موجوده وكتبت كلها في الجرايد، يعني حاجات مش تاليف. يعني هي كانت فنانة الكبير محمد عبده قال تعبير جميل جدا، قال لك ام كلثوم صوتها فيه احسن حنجره راجل واحسن حنجره ست، الاثنين في بعض. بيقيسوا الصوت بحاجات كريستال كده، فلما هي ضربت صوتها في الكريستاله كسرتها، لانه صوتها حاجه غريبه، يعني صوت غريب. ولذلك في واحد ناقد موسيقي كبير فرنساوي سمعوه الست فيروز ربنا يديها الصحه وصوت ام كلثوم، ام كلثوم يعني، فقال لهم فيروز دي حاجه يعني حاجه جميل جدا، يعني حاجه صوت مش معقول. انما الثانيه دي ايه دي؟ ايه دي؟ ايه الصوت ده؟ يعني ايه ده؟ ما يعني صوت نادر. فعشان كده وده ام كلثوم كان مختلف، لان في ناس تقول لك بيعملوا كده مع مغنيه. انا بسمع كلمه مغنيه ده على ام كلثوم ببقى مستغرب قوي، ام كلثوم مش مغنيه، اتاري ام كلثوم دي هي الحلم. هي قصه الصعود اللي كل واحد فينا بيتمنى ان هي تحصل له. هي الست البت الفلاحه اللي كانوا بيكتبوا في عقد ان هي تروح تغني فرح في الارياف انه مش عارف تاخد 50 قرش و10 ساغ وحاجات زي كده، بس دي كانت اسعار زمان يعني. انما كانوا يكتبوا في العقد ان هي لابد ان هي توفر لها ازازه مياه غازيه، مش عايز اقول اسم الماده عشان خاطر دي احنا مقطعينها وما بنحبهاش. لازم تتوفر لها ازازه مياه غازيه، ليه؟ فلما سالوا ام كلثوم قالت لهم انا ما بحبش الحاجات دي، ما بحبش اشربها من وهي صغيره. لكن كان النظام للمطربين اللي هم بيروحوا الموالد والافراح والحاجات دي في الارياف ان من ضمن عظمه المطرب ان يتقدم له ازازه مياه غازيه، فكان ابوها بيصر على الحكايه دي رغم ان هي ما بتحبهاش. فلاحه لبست العقال وجت من طمايه الزهايه ودخلت مصر القاهره المليانه اصوات جباره وفيها فنون كتيره جدا، ازاي هي قدرت توصل للمكانة دي؟ ازاي كافحت عشان توصل لده؟ المسلسل بتاع ام كلثوم انا بتنوع كده، ما عجبنيش رغم اداء صابرين الجميل وشغل انعام محمد علي وشغل محفوظ عبد الرحمن، كل الشغل كان جميل، لكنه في جزء مش حقيقي. ام كلثوم مش ملاك، ام كلثوم مش هي دي اللي طلعت، مش هي صابرين خالص، لا، لانها طيبه ودوده ولذيذه. لا 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 لا، كانت تحيه كاريوكا تقول لك لا اصل ام كلثوم دي صعبه قوي ما تقدرش عليها. تحيه كاريوكا بكل قوتها في المجتمع ما تقدرش على ام كلثوم. ليه؟ لان هي عارفه مواطن قوتها ومواطن ضعفها، وبتعرف توظف نفسها كويس بحيث تحط نفسها في المكان المناسب في الوقت المناسب، ما بتهنش نفسها ابدا ولا بتهين فنها ابدا. خلي بالك هي دي ام كلثوم، مش مساله صوت حلو بيغني، لا دي حكايه كبيره قوي، حكايه كبيره قوي، حكايه حد طول الوقت بيفكر ازاي يطور ازاي يجدد. يعني مثلا لما تجيب بليغ وتقول له تعالى وتاخد اغنيه حبي، وطبعا انتوا عارفين القصه، انما القصه انه لما سمعت بليغ بيقولها كانوا في بيت حد من سويدان، حد من عيلة سويدان، حد كبير كان اظن اسمه زاكي سويدان حاجه زي كده، وجاي بليغ سمعت حته من حبي، قالت له تجي لي بكره الصبح. فكان بليغ فاكر انها هتدي الاغنيه دي لابن اختها، لابن اخوها كان هيغني، فافتكر ان هي هتديها له، فيعني ما اهتمش قوي بس راح الميعاد
وخدت الأغنية من بليغ حمدي تقوم تغني معاها، هو صحيح له غلاب لزكريا وبيرم، لأنها بتوزن المسألة، جايب شاب صغير اسمه بليغ حمدي وشاب صغير اسمه عباد محمد، وبتطور بتجدد. يعني هي نموذج لحسن فن الإدارة، حسن فن إدارة نفسها، إدارة صوتها، بأنها ما تتركنش مثلا معاها صنباطي ومعاها رامي خلاص تمام، لا مش تمام، جابت عبد الفتاح مصطفى، جابت عباد محمد، مأمون الشناوي بدأ في العشر سنين الأخيرة يديها أغاني حلوة جدا جدا، بعيد عنك وأغاني كتير جدا لمأمون الشناوي، ودارة الأيام. فهي حكاية كبيرة. أنا مش بكلمكم عن ست طلعت من الفلاحين بقت مطربة كبيرة، مش بكلمكم عن دنانير ولا وداد اللي هي يعني عملتهم في السينما، لا، بكلمك على ست مصرية، ممكن تبقى خالتك، ممكن تبقى عمتك، ممكن تبقى أختك، ممكن تبقى بنتك، ممكن تبقى أمك، إزاي تطلع من الريف ده وهي في وضع مختلف خالص، وتبتدي تتطور تتطور تتطور. يعني شوف اسمع، محدش فيكم طبعا سمع أغاني العشرينات اللي هي غنتها، كانت شبه المجتمع وقتها، لكن لما لقيت حاجة عند رامي فهي ورامي عملوا خلطة، وتلاقي رامي حتى بيحكي لك بيقول قال لها أنا هكتب لك الأغاني الخفيفة دي بس لما أكتب قصايد تغنيها، قالت له ماشي يا رامي، وفعلا فضلت للآخر لغاية آخر حاجة رامي عاملة له يا مسهرني، وعاملة حاجات مع رامي. يعني شوف قد إيه هي كمان كانت بتستثمر فنها في إنها تقدم للناس جمل حلوة. يعني لما تغني سلو قلبي في مسرح وسط الجمهور والجمهور يبقى بيهلل، دي بتدي درس في اللغة العربية وفي الشعر، مش بتغني والله. فأم كلثوم لما تيجي تبص لها تلاقي إنه عصر كان بيسمح للناس إنها تتواجد بشكل محترم، هو بيحترم الفن والفنانين بيحترموا الحكاية دي. فأنا عشان أكلمك عن الست أم كلثوم عايز ساعات وساعات وساعات. لما ماتت في 3 فبراير وقطعوا الإرسال وطلع وقالوا بيان كبير عن رحيل الست أم كلثوم، لما جه شخصيات كتيرة جدا من العالم العربي. أولا على فكرة نسيت أقول لكم إنه لما حصل الحكاية دي من 4 بالليل اللي هو صباح 31 يناير، في كذا طيارة جت من الدول العربية، مش بيقولوا عندنا طيارة نبعتها لكم، بعتوا طيارات فعلا في المطار عشان لو الأمر مستدعي يشيلوها يودوها أي حتة في العالم. لأنه هي مش عارف أقول لك هي إيه بصراحة، لكن كفاية إنه أنا عيل صغير كده كنت بسمع الكلام ممكن أكون مش فاهمه بس حفظته، قد إيه الست دي كانت بتحترم الناس. يعني هي لما غنت في العشرينات كانوا بيغنوا ارخي الستاره اللي فرحنا لحسن جيراننا تجرحنا ومش عارف ايه وحاجات زي كده، او شفتي بتاكلنا انا في عرضك خليها تسلم على خدك، مطربين كبار. هي كمان عملت واحدة اتنين من دول، لكن ادركت انه مش هو ده الفن، الفن حاجة تانية. فمسكت فرامي وغنت لأحمد شوقي وغنت حاجات وبقت تستدعي. يعني شوف مين المطربة اللي موجودة دلوقتي بتفتح امهات الدواوين وتقرا وتطلع. يعني الاطلال دي قعدت تعدها اكتر من 10 سنين، معاها طبعا رامي ومعاها ناس يعني اصدقائها وكده، لكن هي اللي طلعت الابيات من القصيدتين، هما قصيدتين وعملت ده. ولما رامي عمل رباعيات الخيام فضلت وراه، اعمل لي رباعيات الخيام. رباعيات الخيام دي حاجه يعني لازم تسألها بتغنيها ليه؟ يعني بتغني ده ليه؟ إن لم أكن أخلصت في طاعتك، دي سلو قلبي، فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني عشت لا أشرك في وحدتك. إن تقصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها. يا إيه ده؟ تقربت يا رب ما بيننا مسافة البعد على قدرها. ازاي انا عيل صغير بسمع الكلام ده وبحفظه؟ انا طبعا
مش ممكن احفظه دلوقتي، ده انا حافظه من زمان. وبعدين فهمته لما كبرت شويه، لا ده مش غنى، ده مش غنى والله، ده درس، درس كبير. رباعيات الخيام: سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى قبل ان تملأ كاس العمر كف القدر. واديها بقى، قول بقى زي ما انت عايز. وبعدين في الاخر خشوع بقى وحاجات في مش معقوله، يعني في حاله، في حاجه، ويشاء القدر للست دي عشان تظل مختلفه طول الوقت، ان هي كان عندها من بيرم الله يرحمه بقى، بيرم شاعر جبار، شاعر من كتر ما هو جميل انا ما اعرفش اتكلم عنه، يعني مش انا ما اقدرش اتكلم عنه من كتر ما هو، عايز شاعر كبير يتكلم عنه، عايز شاعر ويتكلم عنه، مش ناقد ولا صحفي ولا بتاع. فكتب: القلب يعشق كل جميل. وانا عملت عليها حاجه، كام كتبها سنه كام؟ يمكن في اواخر الخمسينات، وخدتها ام كلثوم وادتها للشيخ زكريا، وعمل لحن الشيخ زكريا مش ما عجبهاش. بص، هي عايزه لحن الكلام والمزيكا اللي تبقى يعني رشقه في الكلام، والشيخ زكريا غضب وغناها هو وزعها في اذاعه لندن، وما فيش، مش موجوده. ومين غنيها امتى؟ سنه 71، وتكون اخر اغنيه تقولها على المسرح، اخر مره وقفت ام كلثوم على المسرح واتقفلت عليها الستاره، كانت القلب يعشق كل جميل. وانا اذكر ان انا قريت مره ان هي ما راحت تعمل عمره في الفتره دي، فالراجل المطوف الكريم قال لها: يا ست ام كلثوم، وهي بقى داخله بقى مش تطوف، داخله تسعه، تسعه ده مشوار جامد، واحنا بنتكلم عادين السبعين ومرتاحين يعني. قال لها: في كراسي وكده. قالت له: كراسي؟ استغربت جدا من التعبير، ازاي يعني راحه تسعه وتركب كرسي، يعني تركب على كرسي. وفعلا، فلذلك الفنان لما بيبقى مدرك هو بيعمل ايه، ولما بيبقى سعيه الحقيقي انه يقدم حاجه حقيقيه، بيبقى زي ما انتم شايفين كده. طبعا كلام كتير يتقال: اصل ام كلثوم دي الملك بيحميها ايام الملك، مش الملك، جت الثوره كانوا هيأذوها جامد. عبد الناصر قال: ازاي يعني تأذوها ازاي؟ القصه دي يمكن ما تعرفوهاش، او اكيد تعرفوها، انه لما جت الثوره قالوا الست دي كانت بتغني للملك وحاجات زي كده، وكان مديها صاحبه العصمه، لا ما تنفعش. بس عبد الناصر فاكر ان هم في 48 طلبوا من ام كلثوم ان تغني لهم اغنيه معينه. حد يعني من جمال عبد الناصر، مجموعه بتاعته، بعتوا لها فغنت لهم، وهي عارفه دول مين، دول الضباط الاحرار. فعبد الناصر قال لهم: يعني ايه نشيل الهرم بقى؟ ازاي يعني؟ طيب، وغنت في عهد عبد الناصر، وقالوا عبد الناصر بيحميها، هي مسنوده على عبد الناصر، وراح جاي على بيت عبد الناصر ومصاحبه ست تحيه والدنيا تمام التمام. طب عبد الناصر مات وام كلثوم ماتت والدنيا كلها خلصت، الناس بتسمع ام كلثوم ليه دلوقتي؟ وبقت ايقونه، يعني تشتري مخده سرير تلاقي عليها بصوره ام كلثوم، مع ان صورتها ما هياش سعاد حسني، انما تلاقي المخده موجود عليها سعاد حسني وام كلثوم بالنضاره السوداء ديت اللي فضلت لابساها. ازاي كده؟ يعني ازاي؟ لان ست كانت فلاحه صادقه، فلاحه لما طلعت ووصلت لمستوى كويس حبت تقدم للناس فن حقيقي، حبت تقدم للناس حاجه تدعوهم للتامل والتفكر والتدبر. ولذلك تلاقي اغنياتها الدينيه زي اغنياتها العاطفيه زي اغنياتها الوطنيه، كلهم بتغنيهم زي بعض، كلهم بتغنيهم زي بعض، لانها نفس المشاعر وفي حاله صدق طول الوقت. فانا ارجوك وانت بتسمع، ارجوكي وانت بتسمعي ام كلثوم، تعرفي ان دي مش مجرد مغنيه، ومش مجرد مطربه، ومش بس مجرد عصر، دي واحده ست حبت تعمل لنا حكايه صعود جباره. اصلها كانت بتمتلك ايه؟ المحبه كبيره جدا، وتواجد في العالم العربي جبار، ثم عندها السلطه. يعني ام كلثوم لما كان يبقى في اي مشكله عند اي حد تروح بس اسمعهم كلام وزير الداخليه، افرض ان وزير الداخليه ده ما بيحبش يسمعها، لكن عارف ان دي ما يقدرش يفوت لها طلب، مش لان جمال عبد الناصر، لان الشعب كله بيحبها. يعني
حصل ولم يحدث بعدها ابدا، انه الوطن العربي اجتمع في يوم عشان يسمع محطه واحده، ده ما حصلتش خالص الا لما يكون في مصيبه، يعني في مصيبه في حته فكلنا بنسمع من المحطه، انما عشان نتجمع ونقعد ومع بعض انا واللي في ليبيا واللي في السودان واللي في العراق واللي في السعوديه واللي في اليمن واللي في لبنان، نقعد يوم الخميس بالليل عشان نسمع ام كلثوم، ايه ده؟ يبقى ده مش غنى والله. دي ست يعني، ولذلك الاحتفال بيها يمتد، وممكن اتكلم عنها حاجات كتيره جدا، لان انا في حياتي ستات كتير كان ليهم افضل عليا كتير، لكن الفضل الكبير كان للست دي. يعني طبعا امي مالهاش علاقه، مش هتتاسف في المقاسات دي، مش هتحدش تلخبط، امي مش في المقاس ده يعني، انما الستات، لانه كل ما تبقى مش مزاجك مش كويس اسمع عندها كل حاجه. يعني انا فهمت دليل احتار دي بعدين خالص، يعني اغنيه ايه اللي عمله احمد رامي في الاغنيه دي؟ ايه ده؟ اغنيه ذكريات دي حاجه، دي قصيده لا تقل ابدا عن الاطلال في عظمتها، بس ام كلثوم قررت انها تعمل الاطلال، هي الحته الكتله الرئيسيه اللي قررت على فكره، ولذلك غنيتها ورا بعض في سنين محدوده بطرق مختلفه جدا حصلت بالاطلال الحكايه دي، وهي كلامها كمان يعني، ودي حاجه بتخليك تبص كده، الدنيا كانت اتغيرت، خرجنا من الخمسينات دخلنا الستينات، كانت الدنيا الحياه اتغيرت، بقت اخف يعني شويه، فبدات تغني حب ايه هو صحيح لا هو غلاب، انساك ليلي ونهاري، هجرتك، حيرت قلبي، اغاني كلها لطيفه وخفيفه ومونولوجات كده حلوه، وغير خالص بقى اللي كان يشجيك انيني وذكريات وغلبت صالح في روحي وثورة الشك لا ثورة الشك غنيتها بعدين، او ثورة الشك برضه في نفس الفترة دي، وفي قصة الأمس أنا لن أعود يا خلا يا ده شاعر غنت منه قصيدة واحدة فتحي، ده أحمد فتحي اسمها أنا لن أعود إليك مهما استرحم، إيه جبارة الست جبارة، لما تسمعها تحس إن أنت في وادي تاني خالص، تقوم وهي بتغني ده خلاص هي مستقرة مع العصر الجديد مع الدنيا المختلفة، تقوم تغني أراك عصير دمع سنة 65 أو أول 66 أو 65 أو آخرها، وبعدين تروح مغني الأطلال، وبعدين تغني هذه ليلتي أقبل الليل أغدا ألقاك، ما خلاص يا ست أنت بتغني أغاني خفيفة وحلوة وماشية مع كل الأذواق، لا بتعمل حاجة تانية، وأنا عايزك تسمع أراك عصير دمع موجودة على اليوتيوب والحاجات دي، ساعة وثمان دقايق التسجيل ده، انا عايزك تسمعه او عايزك تسمعيه ساعه، واراك عصير دمع موجوده باكتر من تسجيل، لكن في تسجيل ساعه وثمان دقائق، اسمع اول تلت ساعه شوف ايه الدنيا دي، شوف هي بتقول نعم ازاي. اللي هي اراك عصير دمع شيمتك الصبر امل الهوى نهي عليك ولا امره، نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يذاع له سر، شوف بتعمل ايه في نعم دي، وبتعمل ايه في الجمهور في الصالة، وبتعمل ايه في الغنى، وبتعمل ايه في الدماغ، فلما تعوز تروق دماغك اسمع ده، اسمع دليل احتار، اسمعها وهي بتغني يا سلام، كويس انا افتكرتها، كان قربك هنا وحنية وليالي جميلة هنية، لا بس عايز اجيب اولها اللي هي ترى يا وحشني بتفكر في مين، عامل ايه الشوق معك، عامل ايه فيك الحنين، من اجمل الاغاني اللي هي خاصه بالحبيب البعيد، سهرت السهر في عينيا صحيت المواجع فيا، فلما تقول المواجع تلاقي الصاله كلها بتسقف، ليه؟ صحيت الوجع، لا المواجع ده كلمه جديده من عرفهاش، فالصاله كلها تسقف، في ناس صاحيه لانها بعد كده بتقول صحيت المواجع فيا كل ساعه وكل ليله كل يوم، بعد ما اطمن عليك هيجيني انه معز عليهم او انه مكرسوته كده. بعد ما تطمن عليه شوف الصلاه بتعمل ايه، شوف الاحساس بالغنى والجمال اللي بتقوله الست دي، ست مش معقوله، قال ايه سهرت السهر في عينيا، سهرت السهر مش سهرت عينيا، سهرت السهر نفسه في عينيا، وصحيت مش الوجع صحيت المواجع كلها،
صحيت المواجع فيا كل ساعة وكل ليلة. دي من أجمل الحاجات اللي قالت له إيه؟ ابعت لي قول لي أنت فين لو تقدر، يا سلام على الأدب. ابعت لي قول لي أنت فين لو تقدر، بستنى منك كلمتين مش أكتر يطمنوني حبة عليك وعلى المحبة. شوف الأدب والشياكة بتاعت مأمون الشناوي بيقول الكلام ده. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ابعت لي قول لي يعني، يعني الحقيقة يعني أم كلثوم أنا ممكن أقعد أتكلم عليها كده زي ما أنتوا عايزين، لأنه أنا متأثر بيها جدا، وحاسس إن الست دي كانت بتضم وبتحضن وبتعمل كده بتصحصح. لما تغني لك أغنية دينية تلاقي نفسك متأثر بيها جدا، ولما تغني لك أغنية وطنية بتتأثر بيها بشكل حقيقي. يعني أنا صغير طوفوا شوفوا تغنيت سنة كام، سنة مثلا مش عارف، ما عرفش تغني سنة في الستينات، أنا حافظها يعني، حافظ أغنية طوفوا شوفوا إزاي أو يا حبنا الكبير. كنت لما تيجي في الراديو اقعد جنبها كده وانا عيل صغير، والاول والاخير يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا اهل وقرايب، زي ما تكون بتغني بالظبط ركاس الدم. فيعني في ذكرى ام كلثوم احب اقول لكم انه اذا كنت بتسال عن الفن الحقيقي في الغنى فعليك بها. اتامل كده ايه الست دي، وكانت ممكن تفضل تغني حاجات تانية وهي تمام التمام، وهي ماديا ما كانتش يعني كانت خلاص انتهت. انا افتكر يوسف ادريس كاتبنا الكبير الله يرحمه في مذيعة بتعمل معاه حوار، فقالت له افتكر ام كلثوم اتظلمت لانه في اخر ايامها هي، عشان كده دي برضو حاجه برضو خطا من ام كلثوم لما قررت في اخر ايامها سنه 73 او حاجه زي كده تعمل دار للايتام، فسميتها دار ام كلثوم للخير. وكانت السيده شيهان السادات بتعمل نفسها الوفاء والامل وبتاعتها وكده، فحصل تضارب من الحكايه فزقوا دار ام كلثوم ما مشيتش عشان اتاخرت. ده كان استعمال ايام جمال عبد الناصر. الفنان اللي عايز يعمل لنفسه حاجه يلحق يعملها بدري عشان يثبتها. فقالت له المذيعه تفتكر انها يعني، قال لها دي ام كلثوم، ام كلثوم كانت ملكه. اتضايقت من ايه؟ قال لها بس الحركه بتاعت الاخر دي اوكي ماشي تمام، بس كانت ملكة بإيه؟ بإنها أبوها ملك وهي بنت الملك؟ لا، ملكة بإنها غزت أرواحنا غذاء جميل جدا، طلعت من الشعر حاجات حلوة وطلعت من المزيكا حاجات حلوة وعلمتنا إزاي. شوف الأدب في التعامل مع الجمهور. إيه المشكلة إن تبقى فرقة أم كلثوم مرصوصة كده؟ كانوا 13 أو 15 قدامها نوتة، إيه المشكلة يعني؟ كل المغنيين بيغنوا بنوتة. لا، لا يمكن تلاقي نوتة في أغاني أم كلثوم. إلا إذا كان في يمكن أغنية وطنية مرة كانت مستعجلة ولا حاجة وفيها مايسترو بيها بيعمل، زي مرة غنى معاها أندريا رايد. لكن لا، بتحترم الناس. الساعة 10 أم كلثوم، 10 و5 الحفلة بتبدأ. يقول لك بس نستنى لما المسرح يتملي، لا ما تستناش. ده في بعض الأغاني كمان هتلاقيها عمالة تعيد في المقدمة لأن الناس لسه بتخش تقعد، بس هي قعدت في المسرح واحترمت الناس. كل دي حاجات في الشخصية، حاجات في الفن، حاجات ما بقتش موجودة. مش عارف والله أقول لك إيه، بس أقول لك إن إحنا اللي عاش عصر الست أم كلثوم ده من حسن حظه. إحنا يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا عشت عصرها بالظبط، يعني أنا طبعًا حضرت غنى جديد ليها وكنت بتاعت، لكن ما شفتهاش خالص. وتربيت على مزيكتها وعلى غناها، وأنا بقول مزيكتها. الله يا عم عبد الوهاب وزكريا وبيرم والأصابجي ورياض وبليغ والناس دي، ايوه بس دي ام كلثوم. لذلك هم كانوا بيعملوا حاجه تانية لام كلثوم. كانوا ليه بقى؟ لان المزيكاتي يحب يكون معاه حد يعرف يقول كل حاجه، فيخليه هو بيلحن يبقى على راحته يعمل اللي هو عايزه، لان الصوت اللي عنده. وهي ست ام كلثوم على فكره قالت كده على فايز احمد، قالت فلانه 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 فايز احمد دي تعمل لها اي حاجه، تكتب لها اي لحن وتاكد ان هتقوله كله صح. فكانت ام كلثوم كده بتديهم هم مساحات. لكن يظل في اعتقادي انا ان افضل ملحن او اهم ملحن اشتغلت مع ست ام كلثوم هو رياض صنباطي. ليه؟ لان رياض صنباطي كان بيلحن الكلام. الكلام يعني لا يمكن تسمع مثلا لسه فاكر
او دليل يحتار وتحس ان الكلام ده المزيكا دي ممكن تروح هنا ودي تروح هنا. لا، بيلحن الكلام بالظبط. بعدين عبد الوهاب لما اشتغل مع ام كلثوم قال لها هنغني انا وانتي، انا حته وانتي حته، تمام. بليغ لما اشتغل مع ام كلثوم قال لها انا هعمل لك اشكال جديده في الغنى. الشيخ زكريا احنا بنعمل عادي. رياض سنباطي لما لحن قال لها انا هلحن وحضرتك اتفضلي غني انت، انا بس وراكي هعمل لك كل حاجه وانت شيلي كل حاجه. لذلك تلاقي الاهات عند رياض سنباطي معموله، يعني بتقول اه في الفواصل والحاجات دي كلها هي معموله، مش هي بتقولها، هو عاملها لها، عامل لها المزيكا بحيث انها تقول هنا اهات وهنا كانه بيقول لها اتفضلي حضرتك غني زي ما انت عايزه. والحقيقه هي غنت زي ما هي عايزه عشان هي كانت عايزه تخلينا في منتهى السعاده وان احنا نفكر. يكفي الست دي ان علمتنا ان احنا نحفظ اشعار ليها معنى كبير واحنا اطفال صغيرين.